يا سلام. طيب اذا وصلنا الى نهايه المجموعتين. الان عندنا مجموعه اللي هي الست اسئله، اسئله السرعه. نحتاج يعني قائد في خلال 30 ثانيه طلعوا لي واحد واحد. فعندنا مده دقيقه ونصف للاسئله السريعه، منها تكسب النقاط. معي يا شباب، معي، اسمعوني، منها تكسب النقاط، واذا خسرت تختار متسابق وتجعل السالب عليه كله. اتفقنا؟ معكم اخوياي. اي نعم، تعطي واحد من اخوياك، تعطيه من اخوياك، عشان كذا نحتاج سكتفوا. احتاج الان في خلال 30 ثانيه واحد بسرعه. يلا عطنا التايمر، يلا الهاجري طلع ومن هنا. المشكلة مو يلا ان شاء الله احنا قدها. اذا يجيبها عنده. اذا النجعي والهاجري معي الان. طريقة المسابقة، عندي ست اسئلة في خلال دقيقة ونص، اذا اجبتها كاملة تاخذ 600 وربعك ياخذون 600. أخطيت في 400 مثلا ولا 300، تختار لنا متسابق من عندك وتعطيه الخصم. اتفقنا يا نجعي؟ اتفقنا. اسرع يا نجعي، يلا معي على البوديوم يا الهاجري، والتايمر بيطلع.